دليل توجيه المجتمعات. توجيه المجتمعات هو خطوة رئيسية في بدء عملية التواصل مع المجتمعات، هو بمثابة الأساس لتطوير خطة التواصل للنشر والإفادة. بتهدف العملية إلى فهم الهياكل الاستئمانية الموجودة في المجتمعات بشكل أفضل ومدى تأثيرها. تخطيط العلاقات: عشان يكون إشراك المجتمعات وإدراجها عنده معنى، لازم نعرف العديد من المؤثرين وكيف ممكن يأثروا بالتحديد على مختلف الفئات المجتمعية. تخطيط العلاقات هو امتداد لعملية توجيه المجتمعات الذي يذهب خطوة أبعد، وهو يلقي نظرة متعمقة على العلاقات الأساسية بين الهياكل المختلفة ومدى تأثيرها على فئات المجتمع المختلفة. التحضير: لازم أن ينفذ توجيه المجتمعات عن طريق مفوضية اللاجئين وشركائها كجزء من عملية التخطيط الداخلي. خلال العملية بيطور الموظفين التخطيط بناء على مدى فهمهم للمجتمع وخلال تفاعلهم اليومي. يجب أن يجرى التدريب مع العديد من فئات المجتمع، لأن الفئات اللي بتعيش في بيئة واحدة ممكن تتأثر بشكل مختلف وتختبر هياكل مجتمعية بشكل مختلف، وده بينطبق بشكل خاص على الفئات المهمشة أو الأقليات اللي ما عندهم طريقة للوصول لهياكل الاتصال المجتمعية. العملية: أطلب من المشاركين كتابة قائمة لأصحاب المصلحة المؤثرين على حياتهم، واطلب منهم وضعهم في مجموعات حسب تأثيرهم وأهميتهم وتمثيلهم في ورق ملون أو دوائر. بعدين أطلب منهم معلومات إضافية بطرح بضعة أسئلة: ما هي الجماعات العرقية أو الدينية الموجودة في المجتمع؟ أيها أكثر أهمية؟ وأيها أكثر نفوذاً؟ هل ينتمي الأشخاص المعنيون لنفس الفئات؟ أو ما هي اللغات الرئيسية المستخدمة؟ لما تنتهي أطلب من المشاركين رسم أسهم بتوضح طبيعة العلاقات بين الفئات المختلفة. في المثال ده الأسهم المستقيمة بتشير العلاقات الجيدة، والأسهم المنقطة بتشير إلى العلاقات المكسورة، والأسهم المموجة بتشير إلى عدم الاهتمام. في نفس الوقت وثق لأي نقاشات أو اختلافات في الرأي ممكن تنشأ بين المشاركين. وأخيراً وثق مناقشات علاقات القوة وآثارها المترتبة للقيادة.